اهم شيء تنفذ الحكم، شغل بزيرين ما نبي. اوكي يا واد، عيب عليك، انا شكوش كفو احكام. يا عيال مع بعض، مع بعض الدعم على الدبل. اوكي يلا يلا يا عيال، يلا بدا. اي كوفو كوفو اللي اعطاني اسد مع كينج. عيال مع كينج، اي ابراجك يا محر. والله كفو كفو كفو. تامر حمزة وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو اسودك يا كينج، كفو كفو. يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام، هات احكامك. اقول هد بس، شكلك منضغط صح؟ اقول لك لا تكثر كلام، هات حكمك الاول. الحكم الاول، شف ابيك تلبس عبايه وداخلها قميص وتحط الطرحه البيضة، تطلع بالشارع وتقول انا ميري. سلامات يا ابويا، مجنون انت. هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني، تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي، عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث، شفت البرج اللي فوق راسك؟ ابيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل احلق شعري يا ابويا. خلاص بنفذ حكمك الاول. كفو احكام يا شكش. يا عيال شيروا البث، ترى بالبث ها الحكم يتنفذ بالبث. انا وري. ايه فقي، خلاص نفذت لك الحكم، سري لك. هي ايش يبقى؟ انت ما في شغل، روح شغل. قوم يا واد سري لك.